تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاكم الرياضي على شاد اف ام، برنامج البطولة. موعدكم اليوم من 2 حتى الجمعة 3:30 حتى 5 في سبيسيال كان 2021+1، ومتابعة لمنافسات كأس إفريقيا المقامة حاليا بالكاميرون. اليوم مجموعة من المواضيع المرتبطة بمنافسات كأس إفريقيا، أكيد غادي نتكلموا على الفريق الوطني المغربي واللي كيستعد للمباراة الثالثة ديال المجموعة الثالثة أمام المنتخب الغابوني، بعدما حقق الفريق الوطني المغربي 2 ديال الانتصارات، الانتصار الأول على غانا بهدف 0، والانتصار الثاني على المنتخب ديال جزر القمر بهدفين 0 نهار الجمعة اللي فاتت. ثم الحديث على باقي المباريات وما يمكن أن يسمى بالمفاجآت واللي حدثت خلال الأيام الأخيرة، خاصة يوم أمس هزيمة المنتخب الجزائري أمام غينيا الاستوائية 1-0، تعادل المنتخب الإيفواري أمام منتخب سيراليون 2-2، تعادل ديال مالي مع منتخب غامبيا صاحب أول مشاركة 1-1. غادي يكون معنا إن شاء الله انطلاقا من الساعة 4 كابتن محمد شحاتة الناقد الرياضي المصري والمحلل الرياضي، غادي يتكلم معنا بداية على الفريق الوطني المغربي، ثم على المنتخب المصري، ثم على أداء المنتخبات العربية ككل وخاصة الجزائر وتونس، وما هي الأشياء اللي ما تمشاتش لحد الساعة بمنتخب الجزائر. غنتكلموا كذلك على المباريات ديال اليوم واللي من المنتظر أنها تحسم بصفة نهائية ترتيب المجموعة الأولى اللي كتضم منتخب الكاميرون البلد المنظم والرأس الأخضر وبوركينا فاسو وإثيوبيا، المنتخب الكاميروني اللي حسم التأهل منذ الجولة الأولى أو الجولة الثانية، الجولتين الأوليين بعد ما حقق 2 ديال الانتصارات. ثم المنتخب ديال الرأس الأخضر وبوركينا فاسو، من المنتخبين غادي يرافق المنتخب الكاميروني في المقعد المباشر في المركز الثاني، ثم شكون من المنتخبين أو واش غتكون شي مفاجأة من منتخب إثيوبيا للاعب على الحدود ديال المركز الثالث واللي غادي يكون مؤهل للدور الثاني، على اعتبار ان الدور المقبل دور الثمن غادي يعرف المشاركه ديال 4 ديال اصحاب المركز الثالث في الترتيب. هذا بالاضافه بطبيعه الحال مستمعينا الكرام للمكالمات ديالكم، الاراء ديالكم انطلاقا من 4:30 ان شاء الله على الارقام 0522-36-10-36 0522-36-05-36. كابتن فخر الدين رجحي، اهلا وسهلا. تحيه اخ منير وتحيه جميع صديقي وصديقات البرنامج. بخيرين الحمد لله، الصحه لاباس الحمد لله، كل شيء مزيان اللهم لك الحمد. صحيحه بعدا اللهم لك الحمد، الحمد لله. ها اللهم لك الحمد يا منير. الحمد لله، الواحد يرد باله عاوتاني مع هذا البرد. ايوا الحمد لله، غير الناس ما يتخلعوش عاوتاني شويه، وما يتخلعوش وما يرخيوش بزاف، هادشي ان شاء الله غادي يدوز، هاد الموجه غادي تدوز بحول الله وقوته. بطبيعه الحال المنافسات ديال كاس افريقيا غادي نرجعوا لها فخر الدين، ولكن قبل بغيت نقطع معاك البحر عاوتاني كيف العاده. الهي السوبر كوب الاسباني اول القاب ريال مدريد العام بعد تحقيق الفوز البارح، شنو هو البارح من غير كنظنوا من غير السوبر كوب كانوا شي مباريات ديال البطوله. بالنسبه لي انا ريال مدريد منير هاد اللقب غادي يدخل به الاقصائيات ديال الشامبيونز ليغ، غيكون مهم يزيدوا شي دفعه، لان المشاركه ديال السنه الماضيه ما كانتش في المستوى الكبير. السنه الماضيه كانت كارثيه، اليوم ومع باريس سان جيرمان ماتش اللي غادي يكون ماتش تري ديفيسيل، ان تيتغ منير قبل كلشي كيتمناه، كدير به المورال، كدير به كل شيء، حتى انشيلوتي غادي يبغيه، غيبغيو كلهم. وبالنسبه لي اللاعبين دابا اللي كتوفر عليهم بحال لا وصل الوقت، لا كاسيميرو لا بنزيما لا كروس لا، يعني جميع اللاعبين دابا اللي كتوفر عليهم فريق ريال مدريد وكانك ما بين المخضرمين واللاعبين اللي الجدود فينيسيوس اللي اصبح من الركائز الاساسيه ديال الفريق، ثم البرازيلي الاخر اللي كاين في الاحتياط، يعني كاين واحد منير واحد ترسانه من اللاعبين اللي مع انشيلوتي بحال كنقول انايا كون واحد الفريق مهم اللي غادي يقدر ينافس على الشامبيونز ليغ، لان كتعرف انت هاد الشامبيونز ليغ شي حاجه اللي حتى هي كتبقى
خاصة بالنسبة لريال مدريد اللي غاب عليها شحال اللي كيلعبوا لها في غياب برشلونة في غياب ماشي في غياب في برشلونة بالنوم ديال بالخروج ديال برشلونة بشكل مفاجئ هذا العام. بالاضافه لهذا شفتي الماتش ديال ليفربول برينتفورد 3-0 عاديه كتقول لي ماني وصلاح هما بكيتا هما عندهم منير كاين بزاف ديال المانيات وصلاح كيتسناو النوبه ديالهم جالسين سور لو بون دو توش هذا هو شوف هادو فروق ما كاينش هناك العشوائيه منير العشوائيه ما كايناش ضير البحر دخل عاوتاني ذاك الوليد عنده 17 عام ودخل باشا ذاك النهار كان ماركا ودخل البارح 17 مونير 17 اون تلعب مع ليفربول راه كتبان لك انت ولا حنا غادي نقولوا ولكن راه ماشي عاديه 17 اون تشد واحد اللعاب وتلوحوا وتدخلوا يلعب وتعطيه لانه يبقى يلعب دابا بحال هكا ويلعب قولهم لي كتشوف 18 19 21 كيبدا هو يزيد كتلقاش تيترات وشبعان كره حنا 17 عام هنا راه باقي كتقدر تزورو باش كتلعب به في المينيم كاطي ولا مينيم باش ديه تربح به شي ماتش ب 7-0 وتفرح وداك الشيء ويقولوا راه الاداره التقنيه غادا مزيان خدامينه راه هذا هو البروبليم اللي كنعيشوه هذا هو البروبليم واش جبتي لينا دابا موضوع ثاني كاين لا موضوع لا والو خلي داك الجمل هذا اللي كاين ما عندك ما تكذبش على راسك انا اللي طالي البارح طلقت عيني واحد الوقت على الماتش ديال اتلانتا والانتر 0-0 ولكن ديك 0-0 ديال المقاتله دابا راه كاينه 0-0 ما بين لاسيد ميلون وما بين الانتر واحد كيتسنى الاخر يعتر الانتر الميلان لعبت هي الاولى كانت هي الاولى لعبت في العشيه الانتر وتولي هي الاولى حيدت لها كاينه تنافسيه في ايطاليا منير على اللقب هذه السنه هذه واليوم لاسي ميلون مدخلين سبيزيا مع 6.5 خصهم ما يضيعوش لا فيكتوار والانتر ديجا ضيعوا بعدا نقيطات البارح راه جابوا ذاك التعادل واليوم مع 6.5 كذلك بولونيا ونابولي ومع تسعود لاروب فيورنتينا مع جينوا هذا بالاضافه وبالموازات مع الماتشات ديال منافسات كاس افريقيا للامم غادي نجيو نتكلموا على واحد المجموعه من الاشياء المرتبطه بكاس افريقيا للامم الجديد الفريق الوطني المغربي كما سبق الذكر ثم المباريات وما يمكن ان يسمى بالمفاجات اللي كانت يوم امس لواحد المجموعه من الفرق امام منتخبات اللي بينت لحد الساعه يمكن في غياب المستوى الكبير وتقارب المستوى بينات على انه كل شيء جائز في المستطيل الاخضر وما كاينش شي حاجه سميتها التوقع ولا شي حاجه ديال شكون هو المرشح ولا شكون هما المرشحين البارح انا بعدا بين لي انا لاول مره لا بين لي راه داك الشيء علاش ما تقولش لي البارح كان درس ولكن خصها تكون درس يعني ديالاش وقاسي لا هو درس ديالاش خلي دابا على الاقصاء ديال ماشي الاقصاء الهزيمه ديال الجزائر وثم التعادل في اخر لحظه ديال كوت ديفوار وهذا وتعادل مالي البارح ديال مالي انا كندوك على الكوت ديفوار كنهضر لك على المرشحين زعما اللي كانوا لا انا كندوي على هاد جوج ماتشات لان هاد جوج ماتشات بوحدهم فيهم البارح فيهم واحد وقعت البارح واحد واقعه هادو الناس اللي عاده واكثر من مره كيكتبوا ولا كيرسوا تيقول لك هذه مربوحه وهذه فهمتيني البارح غادي يعرفوا بان كرة القدم التوقعات ديالها خلاها ديما صعيب الحال هذا هو الامتياز اللي في كرة القدم يعني صعيب على انك تقول تكهر بالنتيجة مهما كان الفوارق لا 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 شي كان يقول لك البارح درس الناس اللي جالسة البارح دابا كتفرج غادي تقول لك حباس ما عمرنا باقي نسبقوا الاحداث حيت اكثر من مرة سبقنا الاحداث ماشي احنا دابا الجمهور العادي خصوصا مما كتكونش دابا إذا كنتي كتفرج في المباراة نقدر تكون كتفرج معايا نقدر نقول لك منير راه كاينة شي حاجة جاية لأنك كتبان لك أنت بعين مجردة أكثر ما تبان لهذاك اللي كيتفرج عادي كيكون عا كيتفرج وصافي كيتفرج ولكن ما عارفش هذه فاش من الماتش ديال كوت ديفوار وديال الجزائر كوت ديفوار وديال الجيري بجوج هنا البارح كنقول لك أنايا وكأنك درس الماتش ديال كوت ديفوار هو الأولاني إذا سمحتي لي غنجيو نتكلموا عليهم بأكثر تفصيل هذه المباريات بجوج اللي عرفوا بزاف ديال التفاصيل واللي قلبوا
الترتيب والحدود ديال ولا كلشي مهدد انه يخرج كلشي وكلشي عنده الحدود انه يخرج. وانتم دائما مستمعينا الكرام في الاستماع لبرنامج البطوله على شد اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شد اف ام سبيسيال كان 2021 زائد 1 2022. وحيد خليل وزيتش اليوم في ندوه صحفيه قبل المباراه ديال الفريق الوطني المغربي ومنتخب الغابون واللي غتلعب غدا ان شاء الله مع الثمانيه المباراه ديال الجوله الاخيره. ما غاديش نقولوا مباراة شكلية ولكنها مباراة بحسابات. إلا بغيتي تكلاس أنت الأول، إلا بغيتي تدوز من الدور الأول وتبقى في المدينة اللي أنت فيها، وإلا بغيتي وإلا بغيتي وإلا بغيتي تبقى غادي في خط تصاعدي خاصك تلعب المباراة كيف خاصها تلعب. كيفاش كتشوف هذه المباراة بعد فخر الدين أنت الجولة الثالثة؟ شوف على حساب كيفاش غيدخل يا واحد. لا أنت. باش نشوفها واش شكلية بالنسبة لنا حنا ما نقدرش نقول شكلية، مباراة مهمة ماشي مهمة من ناحية النتيجة ولكن مهمة من ناحية العطاء من ناحية العرض. ولكن نعاود نقول وحيد واش غيدخل تقريبا المجموعة اللي لعب بها المباراة الأولى والمباراة الثانية، واش وحيد عنده الهدف ولا المجموعة الوطنية البحث على الانتصار واحتلال المرتبة الأولى. ها هو منتخب اللي عنده إصابات كثيرة بكوفيد، تا هو عنده 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 غيابات ما قدرش يسترجع حتى هذوك الاولين اللي كنقولوا دوك اوفيسيالمون صافي. ايوا اوفيسيالمون دابا اوباميونغ اوباميونغ دابا كذلك ذاك النهار وكانه يعني صافي غيكون اخر مشاركه ديالو في كاس افريقيا مع الكابون غير الا كانت شي حاجه. ثم ما عرفناش الحاله ديال السته الاخرين واش عنده هذا المدرب البديل. ما سبحان الله العظيم كنا تكلمنا على هذه القضيه قلنا بانه كاس افريقيا من غير النتائج ومن غير العطاء ومن غير هادشي فهو هاد الاصابات بهاد الفيروس وكتبع بعثرات الاوراق ديال عده منتخبات منها نيت دابا المتضرر الاكبر هو المنتخب الكابوني لانه كان كيتمنى يكون عنده عناصر ديالو يكون عنده اوماميانغ ويكون عنده ولكن مع كامل الاسف فهادشي اللي كاين. مباراه بالنسبه لي انايا يجب الانتظار حتى غدا ونشوفوا واحده منير اشنو هي التشكيله اللي غادي يدخل ومن خلال هذيك تشكيله غيبان لك واش واحد داخل على عازم يحقق ثلاثه ديال النقطات كما قلتي ويدير تسعود ولا يلعب مباراه اللي هي خفيفه ويدخل فيها لاعبين اخرين. وحيد خليل وزيتش كان اليوم هو ادم ماسينا في الندوه الصحفيه وجاوب على واحد المجموعه ديال الاسئله تقريبا شي سبعه ديال التدخلات ولا ثمانيه ولكن لخصتهم انا في واحد خمسه ديال النقاط. بدايه هضر على قال لك حنا كنعيشوا في واحد الديناميه مزيانه ربحنا جوج ماتشات وغاديين رغم الظروف والاحترازات وزعما دوك الظروف الصحيه ديال الفريق ما لاقيش الحريه ديالو وكمدرب ما لاقينش هو اللعابه كيفاش يعني ماشي في تظاهره عاديه ديال غتقدر تخرج ولا دير اللي بغيتي. وقال بان هذه المباراه الثالثه مهمه لنا بالنسبه للمركز الاول هذه من ناحيه النتيجه ومن نواحي اخرى قال لك هي مزيانه للحفاظ على الطراوه ديال الجروب هذا وقيله بحال كيقول راه غادي يلعب لعاب اخرين وقال باللي مهمه باش نحافظوا على اللياقه الذهنيه ديال واحد المجموعه ديال اللاعبين يمكن حتى اللي ما كيلعبش غيلعب وقال لك استعمال اكبر عدد من اللعابه في الدور الاول باش كلشي ياخذ لو ريتم ياخذ فوالا. وقال راه يقدروا يكونوا تغييرات فهاد شوف اي مدرب اي منتخب اي فريق هذه شي حاجه اللي هي سنه عشناها ومازال كنعيشوها. اي فريق مونير كيكون متاهل الا وكيدخل لك قليل سرار مونير فاش كتلقى شي منتخب اللي كيغير اللي كيخلي الفرقه ديالو 11 اوفيسيال كيبقى غادي بها قليل لان انت مأهل وعندك جوج ماتشات لعبتيهم وكتقول عندي دراري اللي خصني لان اللي تابعك دابا هو اللي صعيب. ما دابا راك ساليتي الدور الاول دابا اللي جاي هو اللي خصك تهضر عليه اللي جاي مونير وخصو يبريباري لي زوتر جوار بحال دابا نصيري خص الفوليوم دي جو ديالو يتزاد هذاك النهار راك شتي مسكين ما باقي ما لقاش بزاف ديال الحوايج ومونطالمون جاتو مع غادي يزيدوا مع ضربه جزاء اللي ضيعوا يعطيه الماتش ديال الكابون هذا كاين مولاي. سولوا على الكابون وقال لهم انا كنعرف هذا المنتخب الكابون وراه الوحيد هو اللي خسرنا معاه من نهار جا واحد ديك الهزيمه الوديه راه خسرنا مع الكابون في طنجه بثلاثه لجوج وعلى مستوى الارقام غادي مازال نرجعوا لها. وقال لهم سي اون غوفونش بيرسونيل بوغ موا زعما ماشي من منير خلي انا كنقول لك داكشي اللي قال التصريح يمشي في النطاق ديال بالنسبه ديال الاحتراف. انا هضر معايا يهضر معايا وحيد على هادشي اللي كيقول كول وانا قابلو منه
ودير هذا ستين غوفونش وهذاك الشيء، لا سي با زان ماتش اللي هو محطوط على اساس بين الحياه والموت وخصنا ننتصروا فيه. تما هذيك الساعات نتناقشوا فيه ونقولوا هو الا بغى ياخذها هو كان يقولها هو راسه ياخذها ك ك كمقياس ليه هو، هو يهضر بها هويا وما يسيق الخبر حتى شي واحد. اما باش تاخذها دابا وتحطها كمقياس في الناحيه هو كاع داك الشيء كاين داخل كيخرجوا برا. لا كنقول لك زعما غوفونش وهذاك الشيء، انا شوف مونير ستي غوفونش لاعبين مع شي خصم اللي خاصنا ننتصروا عليه ولا خصنا تعادل وخصنا هذا، هذا غيكون ماتش دابا هادو مساكن العار غير يلقى واقيلا هاد هاد لونترينور يلقى 11 يلقى 11 ويلقى 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 دي رومبلاسون. بالنسبه للجروب ديالو هو ديال واحد اللعابه قال بان اللعابه كلهم واجدين دابا برقوق وغنام سايس كلشي واجدين. سايس البارح كنت غيب على الحصه التدريبيه غير نزلت برد، كلشي غيكونوا اليوم في في الحصه التدريبيه وعاد غادي نقرر انا من بعد شكون اللي غادي يدخل شنو لي شونجمون اللي غادي شنو اللي غادي ندير. سولوه على على صاحبك جانيسي كازوي الحكم مول هذيك اللي دار سميتو هو اللي غادي يدير الفار في الماتش ديال الكابون ويابل. سولوه عليه قال لهم انا ما كنهضرش على التحكيم سي فري هذاك الحكم كان عنده مشاكل وكذا، نتمناو يكون مزيان معنا حنا يكون مزيان في الماتش ديالنا حنا. علاش يكون مزيان معك؟ يكون ماتش مزيان في الماتش ديالنا حنا يكون مزيان. كيفاش؟ ما يديرش نفس الاخطاء اللي دار في الماتش اللي داز معاك. ياك ما نعرفش هو فا الفار لا حول ولا قوة الا بالله. الفار واش جاب الفار مونير لا سميتو؟ ورا الفار تا هو راه حكم اصاحبي تا اش غايجيب الفار؟ انت كتهضر على واحد شي كازوير فوق والفوق هضر معايا على ديال السونتر مونير اللي غادي يلعب معاك اللي غيلعب لك حتى ديال الفوق لا غير بلاتي. ولكن شكون هو اللي معني بالامر اكثر؟ شكون؟ شكون اللي معني بالامر اكثر؟ الحكم ديال الوسط. ايوا صافي وهذوك اللي معاه. ايوا ملي كيغلط الحكم ديال الوسط ولا ما ناداش عليه. الحكم الوسط راه هو اللي عنده القرار الاول والاخير. هو الا ما شافش وما ناداش عليه الاخر يرجع يراجع النقطه. هادو جوج ديال الحويجات عطيتيهم لي انا سي با داكور ما نبقاش ندخل في شي حوايج اللي المهم نتمنى يكون مزيان نتمنى. ايوا وسؤال اخير سولوا على بيير اوباميونغ قال لهم للاسف هذاك العام ما غيكونش حاضر وخسرته الكان وداك الشيء، ولكن الكابون داك الجواب الدبلوماسي الكابون راه عندها لعابه اخرين باش غادي تلعب الى غير ذلك. ثم قالوا لي الهدف من هذه المباراه قال لهم الهدف هو بغينا نربحوا وباش تربح خص يكون عندك التركيز وما يمكنش تربح شي ماتش بلا ما يكون عندك التركيز، خصنا نركزوا في كل ماتش باش نربحوا. انتهى كلام أفي. وحيد خليلوزيتش انت تي ميو بريباري كو الكابون، انت غادي في واحد الطريق احسن من الكابون. علاش؟ لان انت ريكوبيريتي دو جوور اللي كانوا عندك وما بقاش عندك شي حاجه اخرى حتى من اللي بليسي رجعوا، عكس الخصم اللي حداك كانوا عنده ديجا جوج ما بقاوش غادي يرجعوا زادوا اليوم سته. سكي في شكون هو اللي مبرتيربي دابا؟ الكابون هو الكابون هو اللي دابا في حاله صعيبه، ولكن سافي غيان ديغا موني منتخب اللي يقدر حيت حنا ما عارفينش شكون هما هذوك السته. واش سون دي جوار دي تيتيلير ولا دي رومبلاسون؟ وعلى حساب هذاك الشيء اللي شفناه في الماتش تاع مونير ما تيقش ما بقيناش كنثيقوا، لان ملي كتشوف انا البارح والبارح غريب صاحبي هذاك الشيء غريب غريب هذاك الروندمون سيرتو هذاك مازال غادي نتكلموا على المنتخب ديال غينيا الاستوائيه غريبه مونير غريب تشوف ذوك القتاليه وتشوف هذاك من حقهم وهذاك الفرحه وهذاك الهستيريا وهذاك الشيء كله. واش هذاك المنتخب غادي يحقق شي مفاجاه يعني ويدوز لان عنده دابا 3 بوان الى لعب بهذيك الطريقه مع جميع المنتخبات وكان غارق رغم انه المنتخب الجزائري ماشي مره ماشي جوج ناور وبغى يسجل، ولكن راه ثم المنتخب ديال سيراليون انه ولكن منتخب سيراليون عاوتاني بالمساعده ديال حارس المرمى لا ماشي ديال حارس المرمى ديال الايفواريين، لان الايفواريين منير الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه اوكي اللي كملت الحسابيه ديال الحارس سته ولا هذا، ثم لافوت اللي دار هذاك اللي كمل الكره لكارديال دبيت حيت كانت امكانها ديكاجمون وما ترجعش. ولكن انا كنرجع دائما بالنسبه لي لهذا هذا لو ريتم ديال الكوت ديفوار هو راك عارف هو ديك كثره الثقه هذا بدا كيسي فلاسيد ميلو واش تيكروا مونير هو اللي كيلعب ملي بغى يضرب بيلانتي شي ملي بغى يضرب لا هي باش تعرف واحد القضيه كنجيبك تدير ليها واحد الخدمه خسر واحد القضيه ولكن واش هذه هي العقليه باش كي اصلا انت مونير دابا هادو دي جوور ملي كنجيبك تدير خدمه انا شريتك
اه كتهضر لا سي ميلون لا سي ميلون انا شريتك اي ولكن شريتك على واحد المهمه وغديرها ومع ذاك المدرب اللي ما درتيهاش كتمشي للتوش ولا تمشي فحالك ولا تمشي فحالك عكس ملي كيجيو المنتخبات وتيكون اللي هو لا مهمه ديال الاكستيريو اللي كانوا كيديروا مع فرقهم ليه لا مع المنتخب الوطني حيت الضربه ديال البينالتي يا منير ماشي هي هذيك الغارديان دبي تو ولا فوت اللي دار ما عطوش تبليسه مسكين في ركبته ولا ما تبليسه هادو سون دي فوت كيجيو دائما سبحان الله العظيم عند دابا اللي كاين هو منتخب الكوت ديفوار قال لك المصائب لا تاتي فرادى ثلاثه ديال الغارديان دبي اللي كانوا عند باتريس بوميل سيلفان كبو قبل 24 ساعه من الماتش الاول تم التوقيف ديالو من الفيفا وحنا مواصلين معكم مستمعين الكرام برنامج البطوله ان شاء الله في الجزء الثاني غادي يكون معنا لقاء مع محمد شحاته كابتن محمد شحاته من مصر المحلل الفني والناقد الرياضي للحديث على المنتخب المصري وباقي المنتخبات العربيه انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على الشاده اف ام تحيه لكم مستمعين الكرام نذكركم الارقام الهاتفيه للتواصل معنا انطلاقا من 4:30 ان شاء الله 0522 36 10 36 0532 36 05 36 غادي نتلاقاو كذلك بداية من الساعة الرابعة والنصف مع صديقنا أزر العيدودي أزر العيدودي تحية طيبة بعدا مرحبا كلشي بخير الحمد لله أكيد مجموعة من الأخبار اللي غنتلاقاو بها معك اليوم إن شاء الله كاين كوفيد عاوتاني موجود لا إله إلا الله كوفيد دائما موجود ودائما هو الخصم الأول للمنتخبات الإفريقية في منافسات كأس إفريقيا فخر الدين واحد السؤال كنت مخبيه لك من البارح ملي سالوا الماتشات ديال البارح ديما كنفصلوا فاش كنا كنهضروا على الكره الافريقيه بين شمال افريقيا وافريقيا جنوب الصحراء يطلع طلبت منك الصوره اللي شفتي هاد المره هادي ما بين المنتخبات شمال افريقيا وجنوب الصحراء هو اللي كاين منير بداها من تونس ونقدر ندخل حتى المنتخب المغربي يعني شمال افريقيا مع حتى المنتخب المغربي لانه نهضروا المغرب تونس مصر الجزائر الوجه ديالهم يعني الحقيقي اللي كان اللي كنا كننتظروه منهم ما ظهروش به يمكن المغرب الفوز ديالو في المباراه الاولى ضد غانا راك شتاكي كانت ثم المباراه الثانيه ديال جزر القمر المستوى ما كانش ولكن الحمد لله اللي المنتخب المغربي عرف انتصر وقدر يتاهل عكس المنتخبات العربيه الاخرى ديال شمال افريقيا اللي البدايه ديالها كانت متعثره بداوها من الهزيمه ديال المنتخب التونسي ثم المنتخب الهزيمه ديال المنتخب المصري تعادل المنتخب الجزائر ولكن حنا كنا كننتظروا دائما ديك المباراه الثانيه بالنسبه للمنتخبات الاخرى من بعد ما المنتخب المغربي انتصر وضمن التاهل ديالو تسنينا المنتخبات الاخرى نشوفوا الضرب وجه يمكن انا بمعنى بمعنى كنتي كتسنى اون رياكسيون احسن من داكشي اللي داروا صحفيا وجمهور وداكشي الناس القوابين من يعني من الكريتيك وهداكشي نشوفهم كيفاش غادي يكونوا تفاجئت انا بالعرض المنتخب المصري رغم الانتصار ديالو ما كانش مقنع ولكن غادي نقدر نقول لك على انه لعب مع منتخب اللي هو قوي وكان كيكسر العمليات كيبقى دائما لاعب صلاح هو اللي دار لا ديفيرونس ولكن هذا ما كيعنيش منير بان واش المنتخب المصري منير غادي يلقى الوجه ديالو الحقيقي في المباراه الثالثه باش يدوز للدور الثاني ثم ملي كنجيو نشوفوا تونس مالغري لا فيكتوار بديك الربعه ما واش تقدر انت تحط هذاك انتصار مقياس مع منتخب موريتانيا جو نو بونس با حتى واحد ما غادي موريتانيا اه جو سي ولكن حتى واحد ما غادي ياخذ هذاك مقياس انا بالنسبه لي حتى المتتبعين وبات لي لا رياكسيون ديال الجمهور ملي كانوا كيماركيو كانوا كيمشيو يديروا واحد دي جيست في حدا التلفازه واه شحال ديال التفسيرات في هذوك اللي لك هذيك واه شوف منير شتي هي بدون تفسير انا 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 غير نشوفها نعرف علاش كتعبر حيت ملي كندير لك لو جيست بيدي اسكت فيها زعما راكم انتم كتهضروا ولكن انا اللي ما تنبغيش انت سجلتي ما يمكنش تجاوب مع الصحافه ومع الجمهور وغادي دير فهمتي اش بنقول لك حيت انت يلاه انتصرتي على موريتانيا اللي تابعك صعيب امتى كندير هاد لو جيست انا كنهز لك كوب دافريك اللي كنهز لك كوب دافريك تما سي ترو صافي سالينا الى عايرتك ولا سبيت الجمهور ولا الصحافه غلبتكم اما انت باقي يلاه داخل ما عليناش كنشوف الجزائر كنت كنتسنى منها شي حاجه كثار ولكن واحد الملاحظه اللي كاينه منير في المنتخب الجزائري وهو
الظهور ديال في الماضي بهذيك الحاله الهستيريه اللي فهمتيني الظهور ديال الهستيريا اللي وقع بالماضي في هذا الكوب بالضبط منير ما عمر بالماضي ما كان شفناه في مصر هذا ستريس ولكن بزاف من غير مصر ها الماتش ديال الاقصائيات الاخرين ولكن بزاف ولكن راه كان عنده تاثير كان عنده تاثير كبير بالنسبه للي جوار ديالو لان ما جلش وكان كي بحال كتقول انت كيوصل نيجاتيف حيت احتجاج ماشي احتجاج تدخلات ديال المدرب راه ما كاينش شي مدرب خصو يبقى واقف ساعه ونص هو كيغوت ماشي غير واقف راه واقف وتمشي الدور عند لو ستاف عاوتاني وكتبقى ايوا وكتشرح لهم خصك تجلس دابا شاك اكسيون كان كيشرحها هو شاك اكسيون وقعت كيشرحها وكل كره كتخرج يمشي يجيبها هو ها هو دابا البارح محرز انا بالنسبه ليا كون كان بالماضي بحال اللي كان في مصر كان كيدير ليه دي شونجمون واش فهمتي ما عطاش ما دارش انا سمح لي بغيت حيت مازال غادي نرجع لهاد التفاصيل غير بغيت نبقى في هذيك المقارنه ديال شمال افريقيا مع جنوب الصحراء دابا شنو اللي خلى المنتخبات ديال جنوب الصحراء توقف ولا بحال المنتخبات بحال غينيا بيساو كتوقف لك قدام المنتخب المصري وكان تجيب مازال التعادل المنتخب ديال غينيا بيساو شنو اللي خلى هاد المنتخبات هذه لعبه بهذا الشكل هذا لا لعبه لا 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 كتنافسك منافسه البارح المنتخب ديال غينيا الاستوائيه لعب مع بطل افريقيا هما الكلاسير 114 فيفا تصوره 114 مع فريق اللي هو ثم المنتخب المصري اللي واجه المنتخب السيرانيو في الاول هذا كيواجه منتخبات ديال شمال افريقيا وتيبغيو يحققوا مع نتائج ايجابيه وبالنسبه لهم هذيك راه فيكتوار بمعنى الرغبه عندهم كانت اكثر الرغبه كتكون عندهم كثار وتيقول علاش حنايا دائما حنا كنبقاو فهمتي اش بنقول لك واش حنا هادو ما نقدروش ويوسف فيه كتكون تاكتيكمون مزيان وواقف وليتي كتخلق مشكل حيت الكره الحديثه دابا اللي كتلعبها منير ما كتهتمش على نجوم البلوك فوالا انت الا خدمتي مزيان ودرتي فرقه كتضارب حيت خير مثال وهو الفريق الخصم ديال البارح ديال المنتخب البارح ديال غينيا الاستوائيه الغينيتين لان واحد الوقت كاع تلفنا الغينيات كلهم داك هذيك الاستوائيه البارح ظهرت واحد وجه منير مغاير تماما فالمزيد من التفاصيل والحديث كذلك على هاد المنتخبات الاداء ديال المنتخبات على الخصوص ديال شمال افريقيا مقارنه مع منتخبات جنوب الصحراء سعداء جدا اننا يكون معنا مباشره من مصر المحلل الرياضي والناقد الرياضي كابتن محمد شحاته كابتن محمد شحاته مساء الخير مساء النور استاذ منير اهلا بك وبكل الساده المستمعين مستمعي اذاعه شده وبالنجم الكبير فخر الدين طبعا شكرا لك شكرا لك تحيه لك كابتن محمد تحيه شكرا لك كابتن شكرا كابتن محمد شحاته حتى هو فخر الدين راه حتى هو كنشوف شي مداخلات ديالو على المنتخب المصري فيه نقير بزاف على كيروش ايوا من حقه كابتن محمد شحاته كاين شي واحد عنده شي حاجه فهمتي كلشي عنده الصلاحيه الحمد لله انا ما عرفتش كابتن محمد شحاته بغينا نبداو يعني نحبوا نحب أو نحب نبدا احنا حنتفاهم ازاي يا كابتن محمد شحاته حنتفاهم على الاطاحه بكيروش متفاهمين قوي في الموضوع ده جدا يعني بدايه كابتن محمد شحاته رايك في مسار المنتخب المغربي من خلال المباراتين امام غانا ومنتخب جزر القمر اعتقد حتى وبالرغم من فوز المنتخب المغربي يعني اعتقد انه في حاله عدم رضا برضه في الشارع المغربي عن وحيد خليل زيتش يعني في على برضه لم نصل الى المستوى المأمول وقيمه اللاعبين المنتخب المغربي يمتلك من اللاعبين من جوده من افضل اللاعبين من افضل المنتخبات التي تمتلك اعتقد السنغال والمغرب يمتلك افضل محترفين في اوروبا يعني وبالتالي ويمتلك يمتلك فريق هائل سواء بالنسبه للاعبين الاساسيين او اللاعبين او الاحتياطيين يعني وبالتالي المنتخب المغربي بالرغم من فوزه على غانا 1-0 وفوزه على جزر القمر 2-0 ولكن اعتقد انه برضه لم يصل الى المستوى المأمول منه يعني نتمنى ان يتطور الاداء يعني مع توالي المباريات
وأن يحدث تطور تدريجي بالنسبة للمنتخب المغربي يعني في باقي المباريات. وإن كنت أرى أن وحيد خليلوزيتش يعني أسلوبه لا يناسب الكرة المغربية يعني وطريقة أدائه يعني المنتخب المغربي دائما ما يقدم كرة جميلة يعني مع خليلوزيتش أعتقد أن هناك تحفظ دفاعي أكثر من النواحي الهجومية مع خليلوزيتش. كابتن محمد شحاتة في قراءتين يعني في الحديث على المنتخب المغربي، القراءة الأولى اللي تقول بأن وخاصة عندكم أشقائنا المصريين أن أنتم كتعرفوا المنتخب المغربي بالفنيات. في نقطة عاوز أعقب عليها يعني أن وحيد خليلوزيتش عندما يعني بالنسبة لي علامة استفهام استبعاد مزراوي يعني أعتقد أن في قصة مشربة أنه كان في بعض الأحيان بيقول له اشرب ميه مش هشرب يعني كلام تهريج. لا وشوف موضوع نصير مزراوي وحكيم زياش هو موضوع يعني منتهي قبل بدايه المنافسات. خليني اسالك كابتن محمد شحاته في قراءتين، القراءه الاولى اللي تقول لك وخاصه عندكم انتم المصريين ان المنتخب المغربي عنده فنيات ويحب اللعب الفرجاوي وتحبوا تشوفوا المستوى والاداء مزدور. والقراءه الثانيه بتقول لك خلينا من الاداء وخلينا من الفرجه والمنتخب المغربي كان بيقدم اداء وقدم فرجه لكن بيقصى، حاليا المنتخب بيفوز من غير فرجه، انت ميولك يعني مع ايش من قراءه الاولى ولا الثانيه؟ لا انا ما اتمنى انه يفوز ويحقق البطوله لان المنتخب المغربي برضه بقاله برغم من امتلاك وكان دائما يدخل مرشح لم يفز بالبطوله، ربما تكون هناك سياسه مغايره ونرى فلسفه مغايره يعني في انتظار ماذا سيحدث يعني، ولكن برضه في حاله عدم رضا يعني من الشارع المغربي ايضا يعني، لكن انا مع فلسفه الفوز والكرة الجميلة في نفس الوقت يعني البرازيل دائما في الماضي كانت تقدم كرة جميلة وكانت تفوز بالبطولات يعني. كابتن محمد شحاته بقى معايا الا سمحتي، بعد قليل غنجيو باش نتكلموا على صديقك وصاحبك وحبيبك كارلوس كيروش واداء المنتخب المصري في المباراتين. انتم دائما في الاستماع الى برنامج البطوله على شاده اف ام، انتم دائما في الاستماع الى برنامج البطوله على شاده اف ام. نواصل الحديث مع كابتن محمد شحاته الناقد الرياضي من مصر. كابتن محمد شحاته مرحبا. كابتن محمد شحاته، كابتن محمد شحاته مرحبا. مرحبا بك استاذ منير، اهلا وسهلا. نتكلموا على المنتخب المصري. المنتخب المصري ممكن نستغل الفرصه دي ونسال الكابتن سؤال؟ مرحبا، تفضل شحاته. كابتن ايوه، كنت ترى من الافضل ان وحيد خليلوزيتش يضم العناصر بالنسبه للمنتخب المحلي العناصر المميزة مع العناصر الأفضل والاعتماد بالكامل على العناصر المحترفة في أوروبا؟ لا شوف، هو أصلا المشكل ولا السؤال كان مطروح من قبل من بعد المشاركة ديال المنتخب المغربي المحلي في قطر في كأس العرب. يمكن الأمور بعد انتصارات الأولى لحق المنتخب المغربي الشارع المغربي كله كان ينادي على نداء او منادات على تقريبا واحد 10 او 12 لاعب يشاركون في اقصائيات افريقيا، ولكن الاقصاء المبكر هو الذي جعل على انه الكل لم يعد يتكلم. واظن ان الفكره لكن اقصاء بضربات الترجيح وكان لا لا لا, لا شوف هو المشكل عندما تقصى لا ما كاينش هناك اعتبار لانك ضربت ترجيح او خطا فالاقصاء المنتخب المغربي. يا كابتن شحاته الاقصاء اقصى، انا باش ما نطولش معك في هذا موضوع ديال 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 وحيد منذ مده وماشي ديال وحيد، باش ما نبقاوش غاديين في نفس الاتجاه. منذ زمان وكاع المدربين اللي تعاقبوا على المنتخب الوطني مشكل كان عندهم اختيارات ديالهم دائما اللاعب المحترف هو الاول. يا كابتن شحاته تفضل. هو انت اللي حتسال ولا احنا اللي حنسال يعني؟ لا اخبار صاحبك كيروش ايه؟
لا كيروش بصراحة غضب شديد في الشارع المصري، يعني حتى في تعبيرات ما بعد المباراة، يعني في بعض الجماهير بتقولك إنه فوز بطعم الهزيمة، يعني الأداء غير مقنع بالمرة يعني. يعني شفنا حتى يعني، ولكن هناك كل الأخطاء اللي الشارع المصري بيحملها للمدرب أكثر من اللاعبين نتيجة التوظيف الخاطئ. يعني كارلوس كيروش أعتقد أنه منفصل تماما عما يحدث بالنسبة للاعبين، يعني وإن كنت لا أدري هل هو يتابع هؤلاء اللاعبين أم لا، دائما ما يبتكر. يعني عندما يدفع بلاعب يلعب مثل محمد صلاح كظهير معروف انه بيلعب كظهير ايمن يعني منذ 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 احترافه، يعني انه هذا هو مركزه الاصلي الذي يبدع فيه ويتالق حتى مع ليفربول، وتدفع به كراس حربه هذا شيء يعني شيء غير طبيعي. يعني ان تدفع لاعب مثل مصطفى محمد بيلعب في جالاتا سراي تدفع به في ناحية الرواق الأيمن أو الأيسر هذا شيء غير طبيعي. يعني وعندما تضم لاعب مثل تريزيجيه وهو لاعب ليس عليه اختلاف ولكن لا يلعب منذ سنة كاملة، يعني لم يلعب إلا 14 دقيقة مع أستون فيلا يعني في آخر مباراة منذ عودتهم، وعائد من إصابة كبيرة وتدفع فيه في مباراة هامة أمام نيجيريا وتدفع فيه بغير مركز، هذا كله عليه علامات استفهام. يعني حتى في مباراة غينيا بيساو عندما دفع باللاعبين في مراكزهم ولكن في الشوط الثاني عاد إلى نفس القارة وعاد إلى نفس، وهي تعديل المراكز للاعبين ووضع شيء يعني شيء غريب وعجيب. يعني وده مأثر أعتقد أن مسألة تغيير مراكز اللاعبين مأثرة جدا على أداء المنتخب المصري، ويعني في حالة هذا المنتخب هو أسوأ منتخب، أسوأ نسخة بالنسبة للمنتخبات المصرية في بطولات أمم إفريقيا. محمد شحاتة، نعم. يعني من خلال هذه المعطيات وهذا رأيك بطبيعة الحال، وخاصة مع المنتخب المصري وما زال عنده مباراة ثالثة وما زال عنده حظوظ للتأهل، يعني بهذه الصورة السوداوية اللي اعطيتنا الى اين المنتخب المصري؟ يعني شنو اقصى مدى ممكن يوصل له في هذا الكأس؟ يا استاذي نحن نتحدث المنتخب المصري سيتجاوز الدور، ولكن انا اتحدث عن الادوار المقبلة. يعني الشكل العام غير مطمئن، يعني انت كشخص متابع يعني مغربي وعلى الراس، يعني هل اداء المنتخب المصري أعجبك في مباراة مثلا مباراة غينيا بيساو أو حتى في مباراة غينيا بيساو أو نيجيريا؟ أنا اللي يهمني هو أنه فاز أنا أمام غينيا بيساو، لكن غينيا بيساو كابتن فخر الدين ذكر سؤال غينيا فرق 114 فريق تصنيفه 114 يعني بيلعب، ماذا قدمت في هذه المباراة؟ يعني ماذا أقنعت؟ يعني شيء صعب، يعني لم تقدم شيئا، يعني حتى في هدف صحيح، وأنا أذكر لك هدف صحيح لغينيا بيساو. لا من الصعب الاستمرار على هذا الأسلوب وهذا النمط، شيء صعب جدا. يعني أعتقد أن كارلوس كيروش لو استمر بهذا الأداء يعني من الصعب استمراره مع المنتخب المصري، وإن كانت هناك معوقات مثل الشرط الجزائي. يعني راتب كارلوس كيروش هو 180,000 دولار بالضرائب، 130,000 من غير الضرائب، يعني في شرط جزائي يعني 18 شهر. في حالة رحيل كارلوس كيروش سيتحصل على 18 شهر. يعني محمد شحاتة، نعم، يعني بعيدا عن المنتخب المصري تكلمنا عن المنتخب المغربي، مازال الجزائر وتونس، كيف شفت الجزائر وتونس من خلال الجولتين الأولتين؟ أعتقد أن أداء المنتخب الجزائري في المباراتين ليس هذا هو المرشح الأول للبطولة. يعني شفنا أداء باهت أمام سيراليون، أداء سيء جدا أمام غينيا بيساو. أعتقد أن في عدة عوامل بالنسبة لأثرت على أداء المنتخب الجزائري. أول شيء مثلا لو بصينا هو الإصرار على نفس التشكيلة، يعني أعتقد أنه في عناصر تستحق. يعني هو دفع بجمال بالعمري وهو مصاب، عنده محمد أمين توجاي كان لاعب مميز جدا في البطولة العربية، أيضا التحاق محرز متأخرا بالمنتخب الجزائري، أيضا سفيان فيغولي مصاب وبيلعب. أعتقد أن المنتخب الجزائري بيعاني في هذه البطولة، يعني شوف لم يقدم المردود المأمول والمستوى المأمول. يعني
كل هذه العوامل أكيد أثرت على المنتخب الجزائري، وأيضا الضغط الجماهيري الشديد، يعني الكل يطالب، لا يطالب حتى المنتخب الجزائري بالفوز بالبطولة قبل دخول البطولة، يعني مرشح لو ذهبت شرقا يمينا الكل يرشح المنتخب الجزائري. أعتقد أن هذه الضغوط أثرت وستؤثر أكثر في المباراة القادمة. وتونس، المنتخب التونسي في ظل ما حدث له أثناء البطولة أو ما قبل البطولة، هذه قبل البطولة كانت هناك بعض الأشياء، يعني في مشاكل بالنسبة لمنظر الكتير حتى مع الإعلام، شفنا ليه مع أحد الصحفيين برضو في مشاكل في الشارع التونسي، في عدم رضا، برضو في مشاكل بالنسبة للاتحاد وملابس وقصص من هذا القبيل، وأيضا مشاكل بالنسبة للإصابات بفيروس كورونا مثل أثرت طبعا استبعاد بعض اللاعبين، كل هذه العوامل. وفي ظل هذا المرض أعتقد أن المنتخب المغربي المنتخب التونسي أدى بشكل جيد، وبالرغم من هزيمته في المباراة الأولى وموضوع التحكيم اللي أصاب جدل كبير في إفريقيا بالكامل، لكن في النهاية أعتقد أن مردود المنتخب الجزائري في مباراة موريتانيا مردود جيد بالنسبة لما مر به، يعني في ظل هذه الإصابات الكثيرة يعني واستبعاد العديد من النجوم، يعني في لاعبين كثير، وديك شريدة محترف الدوري الإيطالي، وأيضا عديد اللاعبين يعني أصيبوا بالكورونا وعادوا مرة أخرى مثل ساكني، وأيضا زياد سيف الدين الجديري لاعب الزمالك، كل هؤلاء يعني، ولكن قدم مردود هائل في المباراة الثانية. أتوقع أن المنتخب التونسي والمنتخب المغربي سيصلان إلى مراحل بعيدة في هذه البطولة. كابتن محمد شحاتة الناقد الرياضي والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا لك، كنا سعداء أنك كنت معنا من القاهرة، شكرا لك كابتن محمد. الشرف لنا أستاذ منير، وتحياتي للكابتن فخر الدين. شكرا لك، تحية لك كابتن، تحية. شكرا، تحياتي كابتن محمد شحاتة. بعد قليل مستمعينا الكرام غادي ندخل مع فخر الدين في تفاصيل ما حدث للمنتخب الجزائري البارح، ثم ما يحدث في هذيك المجموعة كلها، لأنك قبيلة بغيتي تبدا ليا بسيراليون والمنتخب ديال غينيا الاستوائية أمام كل من الجزائر والكوت ديفوار. ثم مستمعينا الكرام مرحبا بالآراء ديالكم والمكالمات ديالكم على الأرقام 0522 36 10 36 0522 36 05 36. دابا مواصل معكم مستمعينا الكرام برنامج البطولة في الجزء الأخير، والحديث يتواصل على منافسات كأس إفريقيا 2021 زائد 1. أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شاد إف إم، تحية لكم مستمعينا الكرام وتحية لكم جميعا. نذكركم بالأرقام الهاتفية للتواصل معنا 0522 36 10 36 0522 36 05 36. كابتن فخر الدين رجحي، تونس موريتانيا 4-0، ما قنعوكش المنتخب التونسي، قلنا قبيله ماشي قضيت ما قنعكش، واش ما وصلش ملي كتشوف المباراه كيفاش دازت، واش نقدروا نحكموا مسبقا على ان نقدروا نقولوا بحال دابا المنتخب التونسي ضرب مستوى جيد وبانه عنده امكانيات يمشي الى بعد حد؟ هذا هو السؤال، هذا شوف هذا سؤال انا كفخر الدين هو اللي كنحط، يمكن واحد اخر عادي ولا شي واحد اللي كيتفرج عنده الشوفه ديالو يقدر يفهمتي. انا حنا شفنا دابا الكابتن شحاته قال لك اودي لا وقدم وقدم وقدم، بالنسبه لي هو الراي ديالو، ولكن الراي ديالي كنشوف واش هذا المنتخب التونسي قادر يمشي الى بعد حد، وداك الشيء اللي تعودنا راه بهذه الصوره هذه كيقدر يمشي. كنقول لك انايا ما تقدرش تعرف. بالنسبه للمنتخب الجزائري وفي هذيك المجموعه اللي فيها الكوت ديفوار واللي فيها غينيا الاستوائيه وفيها سيراليون، شنو اهم الحوايج اللي اثاروا الانتباه ديالك انت البارح؟ ودابا المشكله هو تبعثرات الاوراق، راه حتى ديك التعادل ديال سيراليون بعثر الاوراق بزاف للمنتخب الجزائري، حيت هزيمه ديالو كانت تخلي شويه فريق واحد هو اللي نقدروا نقولوا بانه متاهل. دابا كلهم دابا كيبان ليا لا، ولكن كاين الرتب الى درنا الكلاسمون، ولكن كلهم لاعبين على التاهل. كلهم لاعبين على التاهل، ولكن كيفاش؟ عاوتاني الجزائري اللي ربحوا غيديروا 4، ايوا ايوا بري وغيتسناو الاخرين اش غيديروا. شي ما نقولك سيرا اللي ربحوا غيديروا 5، وهاد المجموعه مؤهله ان يكونوا فيها 3 عندهم 4 4 4 4، وغتفصل النسبه العامه ولا الخاصه ولا المواجهات شكون الاول شكون الثاني شكون الثالث، يعني كلهم باقي عندهم حظوظ وتو واحد ما عنده، تو واحد باقي ما وتقدروا هاد القضيه. اتونسيون منير،
تقدر تكون شي مفاجأة. لينا فريدي تأهل المنتخب الجزائري وجد راسك تقدر تشوفوا وقعات هذه يا منير. المنتخبات اللي كتأهل بحال كنقولوا حنا دي ريسكابي فهاد المرة ما نضمنش. لا كنقول حيت الجو العام. لا منير انا عاكن شوف حط ديما هاد الاستثناءات ما عمرك ما تقول ما نضمنش حيت كون سولتك ذاك النهار وكديك على هاد المباراة ملي نقول لك المنتخب الجزائري غادي ينهزم تقول لي ما تنضمش تقول لي بحال هكا تقول لي ما تنضمش. لا بالفعل البارح راه ماشي ما كنضمش تقول لي ما كنضمش واحد عدد كبير ديال الناس. اذا في هاد الاوضاع دابا اللي كتشوف كيفاش غادي يظهروا هاد المنتخبات حيت حد الساعة اللي بان لينا حط الكرة ولعب ودار راه هو نيجيريا ياك ثم الكاميرون وانت جاي. ولكن المفاجأة الكبيرة هو هاد المجموعة هادي اللي في الجزائر هو هاد المنتخب السيراليوني اللي منتخب عادي وثم المنتخب ديال غينيا الاستوائي. انا كنقول واش هاد حيت هاد المنتخب اللي لعب بهذيك الطريقه اللي لعب بها البارح راه هذاك راه التوب ديال البطل ديال فيناليست ولا ديمي فيناليست ولا شي حاجه. هذيك الطريقه باش ديك لا راج دو فانك اللي لعب بها البارح مع الجيري وديك شوف واش يقدر يطبقها مع المنتخبات الاخرى وراه ملي دار مع الجيري وعنده دابا عنده باراج اتونسيون راه عنده مباراه مع سيراليون مع خصم اللي ما حتى هو ما ماشي بطل ما كراسيش منه ما ماشي شي حاجه وراه واجه دابا علاش واجه الجزائر راه الهستيريا البارح اللي كانت في الملعب والتعبير على الفرحه راه ماشي فوز لقب بالنسبه لهم هما في المدينه ديالهم وفي الدوله ديالهم وداك الشيء راه البارح غادي يبقى دائما نهار اللي هو مغافي في سميتو علاش ماشي سهل. وحاجه اخرى ولحقتي لا ديفيت بواحد المنتخب اللي ما نهزمش حامل لقب ماشي حامل لقب في السلسله ديال النتائج الايجابيه اللي ما خسرش اللي ما خسرهاش اصاحبي وتقول شي واحد انا وانت الناس اللي معانا شكون غادي يقدر يوقف الجزائر نقدروا نقولوا كوت ديفوار كاميرون المغرب تونس ما عمرك ما غادي تقول غينيا السوائيه هي اللي غادي تنتصر على. نمشيو ناخذ اول متصل معنا في حلقه اليوم ناخذ بو عزه من خنيفرة. مرحبا سي بو عزه. اهلا وسهلا اخي منير تحيه لك وتحيه للاخ فاخر الدين وهذا صوت الاطلس يحدثكم ويبعث اليكم باحلى سلام وبعد السلام اكيد احلى الكلام. مرحبا بصوت الاطلس سي بو عزه تفضل يا ابو عزه. اخويا فاخر الدين لاباس عليك. الله يكثر خيرك خليتي دابا خليتي العربيه لي وغادي تبدا معايا دابا خلاك مرحبا بك تفضل تفضل سي بو عزه. لغه الرياضه دابا هي اللغه ديال اللي اللي خصي يسمع كل شيء. اييه مرحبا بك سي بو عزه. كل شيء شنو هو الراي ديالك؟ فاش وانت ما عرفناكش دابا انت اش عندك شي حاجه شي النقطه ديالك؟ انا ندوي على المنتخب الوطني. مرحبا بك شكرا اخي فخر الدين. بالنسبه للمنتخب الوطني نتمنوا ان شاء الله يمشي مزيان في هاد كاس افريقيا ولما لا نفوزوا بها ان شاء الله. وكي جاوك الماتشات الاولين؟ فلحد الان غاديين مزيان ما حد كاينين النتائج فما يهمش الاداء. فوالا اليس كذلك اخي فخر الدين؟ وانت راك جاوبتي قلتي رغم ان الاداء ما كاينش راه بصح هذاك الشيء اللي قلتي راه الاستاذ ديالنا في الكره ما يمكنش ما متفقش معاك. لا هو انت جاوبتي تبارك الله عليك قلتي رغم ان الاداء ما كاينش فالنتيجه لحد الساعه دابا راه وي حنا كاع كنحبدوا هذه القضيه بدون عرض ومقنع وانتصار هي با بروبليم. في 2018 كان الاداء ومن رغم ذلك ما درنا والو. ودابا تدابا راه ما خاصكش تبقى دابا ناعس على واحد الجهه وكتقول حنا راه واخا ما نلعبوش ننتصروا لان غادي يجيوك. شوف الا تفرجتي انت البارح راك جايين ماتشات اللي غادي تلقى فيهم مشاكل كبيره بحال هادشي اللي شتي البارح. اييه خصوم اللي تجمع لك ما خاسره والو ما عندهاش مشكليه انت الدفاع وتكتل الله يرضي عليك انت كتقلب باش ودابا المشكله هذيك البنيه الجسمانيه اللي ولات عندها الفروق هذه المنتخبات شتيهم. نعم ما بقاش كيأثر فيهم يمكن حنا شمال افريقيا مأثر فينا الجو اكثر منهم هما. نعم اخي فخر الدين كنتفق معك على هذه النقطه. شكرا لك بو عزه. شكرا لك خويا تحياتي لك بو عزه من مدينه خنيفرة.
وغادي نستقبل حنا دائما على علاقه بهاد الاشياء اللي تكلمنا فيها. ومازال واحد التساؤل هضرتي لي على الحركات اللي داروا دوك اللعابه ديال المنتخب التونسي فنستقبل ازر العيدودي. مرحبا ازر. مرحبا خويا منير. مرحبا فخر الدين. مرحبا بكافه المستمعين اذاعه شاد اف ام. بغيتك تبدا لينا انت واش عندك الاخبار من بعد تصريحات هاد اللعابه من بعد اشنو قالوا باش جوستيفياو هذوك الحركات اللي داروا لا المتلوتي لا وهبي الخزري. بالفعل بالفعل خويا منير بالنسبه للاعب حمزه المثلوثي صاحب الهدف الاول كان صرح بعد المباراه هو في الحقيقه عبر عن امتعاضه من انتقادات اللاذعه اللي تعرض لها من طرف الجماهير الرياضيه في تونس وكانهم اعتبرهم كانهم حملوه المسؤوليه بوحده. يعني بالنسبه ليه هي مسؤوليه مشتركه. والجست اللي عملوا بعد الهدف الأول يتحمل مسؤوليته ويأكد أنه يوجهه للجماهير اللي كانت متعظة من مردوده المتواضع في المباراة الأولى. بالنسبة للاعب لازم بلاتي كنشوف فخر الدين أنا ما عجبكش هذا الشيء ديال أنا قلت لك في الأول لا كان لوجست اللي دار كي 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 جاو فيه الجمهور هذا من بعد لوجست اللي شفناه وكاين خراج صرح قال راه هني درت على ما خصوش ما عندوش حق يعني واش كتدخل براد فير مع ما عندكش حق تدخل براد فير مع مع, مع البيبليك حيت هو الجمهور ديالك كيشجعك شي غادي تربح غادي يهزك فوق راسو شي بالماضي دابا هاد لي رياكسيون اللي كيدير ما قبلهمش دابا عدد كبير من وفي واحد الوقيته من الاوقات كفائز باللقب وبعدا شوف لا فيكتوار ما كتغطي بزاف ديال الحوايج لا ديفيت كتعري بزاف كتعري بزاف ديال الحوايج انا هاد الوليدات هادو ولا هاد اللاعبين ما تدخلش في هاد سميتو حباد انا وما عرفتش يتفق معايا سميتو يلعبوا ويماركيو ويهزوا الكرات ديال السونتر ومنين يساليو كنشكروا هذا الجمهور وحنا عارفين الغضب ديالهم ماشي غضب اللي هو هذا راه غير هذا وهادي القضيه غتزيد اما نتجاوب معاك انايا وانت تجاوب معايا غيتسناوك غادي يغلبوك غيتسناوك في الدور غيغلبوك امونير غادي يغلبوك حيت انت خصك ديما تكون مزيان. وهبي الخزري شنو قال؟ على عكس حمزه المثلوثي وهبي الخزري قال انه لو جيست اللي عملوه ما عنده حتى علاقه ماهيش رياكسيون هو كان اتفاق بينه وبين ابنه ولده ولده بعد كل هدف يقوم بهذاك لو جيست قول لي اسكت اسكت وتفرج وانت زعما مشيتي مع هذا سميتو لا هو اللي قال التصريح انا نقول في التصريح اي عرفت وانت تكتب التصريح يقول لولده اسكت يدير لي هكا اسكت اسكت وتفرج ما تصدعش الوالده ديالك باش نزيدك باش نزيدك خويا فخر الدين شنو اللي قال قال لك يا سيدي ما نردش على الانتقادات مرحبا بالنسبه لي هو اذاعه ضربه جزاء ما تجعلوش يفقد الثقه في نفسه الخزري وانه من اللاعبين اللي يحبذوا انه يتم التقليل من شانه وينتقدوا مزيان باش يزيد يخدم مزيان ما كاين حتى شي مشكل هو هذه اللي قلتي لي الولد زوينه زوينه قال الولد اسكت ولقى تخريجه اسكت قال لي جلس تفرج اسكت جلس مع امك جلس تفرج اسكت هي طريقه لارضاء الجماهير التونسيه اكثر لا اقل شوف باش من لا تونس ولا المغرب ولا الجزائر ولا مصر ولا الكاميرون ولا ما كاينش اللي ما كيلقاش انتقادات شتي ايطو ملي كان كيلعب روجي ميلا ملي كتسوي دابا لا بيوغرافي ديالهم وكيعاودوا لك على المشاركات الافريقيه وملي كان في برشلونه وملي كان في هذا التقادات شي حاجه اللي هي طبيعيه غير ديك الساعه ما لعبتي الكره كتعرفها غير ديك الساعه انا هذا العبد المذنب اللي حداك وخينا انتقادات على انا الا جيت انا كل مره في انتقادات نخرج نضارب ونعاير ما غنربحش فهمتي شنو نقول لك؟ كتوصل على ان العلاقه ديالك مع الجمهور ديالك سيرتو ملي كتطول كنت تلعب مازال حنا الحمد لله بقينا في فرقه وحده بقينا كان جمهور واحد اللي عرفت انا ما عرفتش 500 ديال الجمهور هو جمهور الوداد وبقيت ديما الحمد لله عاد الجمهور ديال المنتخب المغربي حتى هو تيبقى ولكن كيبقى ذاك الاحترام تعايرتي المره الاولى تعايرتي المره الثانيه ولكن كيبقى الاحترام متبادل حتى واحد الوقيته رغم انك كتكون مزبلها وغالط وتيعطفوا عليك علاش كيعطفوا عليك؟ على حساب
يعني كيف كنقولوا حنا داك التعامل اللي كدير مع الجمهور ديالك. بقات واحد النقطه اللي بغيت نسولك عليها من بعد وهي ديال اللاعبين ديال المنتخب التونسي من بعد ديك النتيجه الاولى شنو داروا؟ جابوا شي معد ذهني ولا معده ذهنيه ولا شنو؟ غادي تجاوبني على هذا السؤال. وانتم دائما مستمعين الكرام في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. انتم دائما في الاستماع لبرنامج البطوله على شدا اف ام. تحيه لكم مستمعينا الكرام. قط نقطه وحيده، ازر المنتخب التونسي جاب معده ذهنيه باش تخدم معاهم باش يربحوا موريتانيا 4-0. هي في الحقيقه غير متعاقده مع الجامعه، ولكن يتم التعامل معها في مثل هذه الحالات، وتعاملت حتى مع فرق الرابطه المحترفه الاولى في تونس الانسه اشراف قنفود، اللي صرحت احدى الاذاعات في تونس انه من بعد مباراه مالي كانت تواصلت مع الركائز الاساسيه للمنتخب التونسي، واكدوا على نوع من الغضب من التحكيم، وفي نفس الوقت الندم على المردود المتواضع اللي قدموه، وأثنت على اللاعب طالبي منتصر قلب الدفاع، وأكدت أنه يتمتع بشخصية قوية وسريعة تعلم من الأخطاء. شكرا لك أزر. حكم ما كانش سبب أزر، حكم ما كانش سبب حسب لا تحكيم ما كانش أي تحكيم ما كان والو. هذاك ضربات الشمس 0-85 و0-89 وخا يلعبوا 98 تونس ذاك النهار ما يماركيوش. لا ولكن الواعره لقطه اليوم هذاك اللي قال له ولدو اسكت وتفرج اسكت ومقصد على الوالده ديالك. فخر الدين، نيجيريا الفوز على السودان. واخبارك راه نيجيريا البدايه ديالها ما كانش بحال البدايه اللي دارت مع ليجيبت. تا هما خداو هذا الماتش شويه بسهوله، ولكن قدروا يغتنموا الفرص اللي جاهم وقدروا يسجلوا. السودان منير بلغه الكره عندكم كتقولوا كاين الشكل. شوف لا ديما ملي كتسجل ثلاثه الاهداف وكتكون ما كتضيعش، يعني صافي دير راك متحكم في المباراه، حيت المنتخب السوداني مع كامل الاسف كيبقى في هذاك المنتخب لانه عانى كثير. انا هو موريتانيا بجوج لا هما كثر. علاش؟ لان الفروق ديالهم اللي كانت واحد الوقيته كتشكل واحد ضربة قوية بالنسبة للسوق بحال دابا الهلال والمريخ وهذا مع كامل الأسف هما تا الصراعات الداخلية وهذه تا هي أثرت بشكل كبير منير على الهلال من غير السياسية حتى هما كرياضة. سبحان الله العظيم منير في متحل التلفزيون ولا هذا كيقهروك، عندهم مشاكل كبيرة. وملي كتهضر دابا الطامة الكبرى ملي كتكلم على السودان كتكلم على الهلال والمريخ وكأن هاد الفرق جوج ملي كيلعبوا بطوله. ما عمرك منير ما كتسمع انت دابا تقدر دابا انا وياك انا يا منير اللي شاركت انا ما والله العظيم وكنسمع بزاف ديال الفرق ما كنعرفش دابا انا شكون هما في البطوله، كنعرفوا بطولات اخرين بعاد علينا الوغ هو في السودان ما تعرفش شكون هما. وحتى العزله اللي ولات دابا مؤخرا ديما مولي ما كيعتمدوش على المحترفين. انا كيبان ليا هذاك اللاعبين ديال الهلال والمريخ ب 30% من العطاء ديالهم كيمشيو للمنتخب. نهار اللي غادي تولي الفرص تتاح، نهار تولي التنافسيه ويولي فرق اخرى عندها لاعبين في المستوى اللي حنا ما كنعرفوهمش ويتنادى عليهم، غيولي اللاعب السوداني ما عندي ما نتسالك غيولي عارف. لانه ملي كتشوفهم ذاك النهار لاعبين ها هما عندهم اش هذاك النهار من وي عندهم. حنا كنشوفوا افريقيا لو جو كاين كيديروا، ولكن واش منتخب اللي زعما يقدر لا يشكل شي. حتى المدرب مسكين اللي كتشوفوا جالس برهان هذاك شحال غيكون دابا داير هذاك واقيلا حتى هو مسكين غيكون ضحيه حتى هو ديال الجامعه ديالهم غادي يجي تما يخدم يتعاون برهان ويدير. اليوم فخر الدين المجموعه الاولى غادي تصفي الحسابات ديالها، غنعرفوا شكون الاول شكون الثاني وشكون اللي محتمل يدوز من الصف الثالث من خلال جوج ديال الماتشات اللي غيتلعبوا مع الخمسه اللي غينطلقوا بعد اقل من 8 ديال الدقائق. الكاميرون والكاب فير وبوركينا فاسو مع اثيوبيا. الكاميرون 6 بوان انا اللي كاب فير 3 بوان اللي بالنسبه لي الكاميرون ما تنظنش تنهزم في هذه المباراه هذه ما تنظنش امونير نظرا لا بزاف الحوايج حتى لا اذا كانت كاع شي تغيير في التشكيله سوا سيري سيرتابانو دوك لي زوطر اللي غادي يدخلوا لعابه اللي عارف كانوا كيتسناو واش فهمتي؟ حيت هما عندهم فواحد في هاد المنتخبات كاينين لاعبين على حساب المستويات والمشاركه ديالك في افريقيا ومع من الفرق اللي كتلعبهم اوروبيه كتمشي في حالها بهاد المستوى هذه.
قد ما انت كتلعب في مستوى اللي هو شويه دوزيام ديفيزيون ولا فرقه اللي عاديه المكانه ديالك ما كتكونش عندك مع الايام تقدر تكون تحسن بحال دابا كيسياني بالنسبه ليا فما دار والو الكوت ديفوار ماشي غا هو وماشي غا هو كي قلتي انت ماشي غا هو راه واحد العدد ديال اذا انا بالنسبه ليا هذا رايي ديالي الكاميرون نهزم ملي كتشوف ماتش هاد البارح كتقول غير باش نقول لك وي وي انا معاك منير معاك ثم المباراه الثانيه شكون اللي بوركينا فاسو ايثيوبيا داك الشيء الثانيه هي اللي زوينه لان بوركينا فاسو عنده شحال دابا 4 بوان لا 3 لان خسر الماتش الاول اي الله يرضي عليك خسر الماتش الاول كاين 6-3-3 0 وبوركينا فاسو خصو ينتصر وهاد المجموعه اقرب منير على انه ينتصر وهاد المجموعه يعني حنا ان شاء الله بغينا الفريق الوطني ديالنا ينتصر غدا ويسالي هو اللي مكلاسي الاول حسب المباريات ديال الدور الثاني من بين المجموعات اللي تقدر تتلاقى فيها مع لو تروازيام ديالها هي هاد المجموعه الاولى هاد يعني نقدروا اليوم نشوفوا خصم محتمل ديالنا ولو ان القضيه ديال الاولى اللي كيتلاقى مع تروازيام راه مع بينين تلاقينا معاهم هما تروازيام عتي علاش حيت ما كتبقاش مجموعات المباريات هادو صافي كيخرجوا من داك الايقاع ديال انك كتقلب على نقطه على تعادل على انتصار لا فيها 90 زائد الطومور ولا زائد ضربه ترجيحيه عندك 90 120 وضربات الجزاء هادشي اللي كاين هادو كيلعبوا عليهم الفرق فالمباريات ديال اليوم كاين الكاميرون والكاب فير ثم بوركينا فاسو واثيوبيا والجدير بالذكر ان في الجوله الاولى المنتخب الكاميروني في الافتتاح فاز على بوركينا فاسو 2-1 والمنتخب ديال الكاب فير ربح بواحد الزيرو ثم في الجوله الثانيه المنتخب ديال بوركينا فاسو ربح الكاب فير بواحد الزيرو في الوقت اللي الفريق الوحيد اللي كان داير فرق كبير قبل تونس البارح هو الكاميرون اللي ربح بربعة ديال الاهداف مقابل هدف واحد للمنتخب ديال اثيوبيا وغدا ان شاء الله غادي بالنسبه للمجموعتين جوج وثلاثه كاين مالاوي مع السنغال وزيمبابوي مع غينيا غيلعبوا مع الخمسه ومع الثمانيه كاين الكابون مع المغرب وغانا مع جزر القمر اذا بدات الامور كتوضح شويه قلناها نعرفوا شكون اللي غادي يدوز يساليو اليوم وغدا وهذا غادي يبان لك بديت تعزل لك المنتخبات زائد هذوك اللي غادي كيف كنقولوا حنا لي تروازيام اللي عندهم شي حاجه ولكن كل شيء منير غادي يكون كيتسنى فين كوت ديفوار والجزائر الله يرضي عليك هذا هو الماتش اللي كيتسنى شي كويك تحيد كاع الكوت ديفوار تلقى جميع يعني الجماهير غادي تتبع ماشي هذه المباراه وتشوف واش حيت هي الاحتمالات كلها واردة ولا علاش انا دابا كيجيني واش يقدر يجي ذاك الماتش ديال الجزائر بالنسبه لكم دبر يجي ساهل لان اخرى عندهم دي تكنيسيان ما عرفتش انا هذا الماتش كي غادي يكون فوالا ما عرفناش كي غادي ما عرفتش كي غادي يكون راه هي هادي ما عرفناش كيفاش غادي يكون حيت نورمالمون الجزائر منير بالنسبه لي انا مع الكوت ديفوار الى الكوت ديفوار بغاو يلعبوا ذاك اللعب اللي كيلعبوا وكيخليوا لك مساحات وتي غير بحول الجزائر الجزائر تربح ولكن الى الكوت ديفوار غلقات المنافذ وقانعه بداك الواحد نقيطه غتشوف نفس السيناريو ديال هاد لي ماتش اللي دازو الجزائر ولكن انا جو بونس با الثقافه ديال الكوت ديفوار ولاعبي الكوت ديفوار ما كنبغيش يديروها ملاحظه اخيره واللي اشرت اليها فخر الدين منذ اليوم الاول غنعاود نسولك عليها ارضيه الملاعب لك غادي وكت غادي وكت كلشي كيهضر عليها كلشي كيهضر عليها والاحتجاجات شفنا بالماضي قبل احتجاج قضيه ديال الجوج ساديو ماني تا هو احتج على علاش يلعبوا جوج مرات مع جوج ولكن مولي انت واش ما كيبانش لك بانه السؤال المطروح الان شكون اللي دار هذا البروغرام هذا؟ كاف لا ما يمكنش غير هو انا كمكتب ولا عضو تنفيذي مسؤول على المنتخب ديالي نقدم اعتراض هو اعترض ها انت كاع لا ماشي شغلي ونخلق لهم مشكل ودي ماشي علاش لا كتلعبني مع نهار الاول مع الجوج يا با دو بروبليم تلعبني ماتش اخر عاوتاني مع الجوج صافي دير كوا عينك فيا راه حيدوها قال لك لا دابا ما غاتبقاش راه حيد دابا حيد ما بقاش حيد دابا الجوله الثالثه قال لك اسيدي حيدوها هي راه تحيد هي تحيدات نورمال تحيدات بوحدها اجي نقول لك القضيه حنا غنبغيوها لينا حنا لا وما نقدوش عليها ما نقدوش كون دخلونا في ذاك
مع الجوج الله يستر ديال الجوج. انا شفت الحكم ديالنا مسكين تاهو سمير القزاز، سمير القزاز تبارك الله عليه، كتشوف بانه الطقس منير داير خدمته. اما الارضيه دابا ملي كيقربوا الكاميرا لهذا العشب اتي بالك منير ما بقاش في الوالد كرفاس بلاتي في الادوار اللي جايه وغيبدا يبان لك حتى شي حتى شي مانتونونس واش كاينه ولا ما كايناش. على اين غنرجعوا لهذه المواضيع كلها؟ شكرا لك فخر الدين. شكرا لك، تكلم راهي واقفه عليك. واخا شكرا نازر، واقفه عليك بحال شنقولوا بحال واخا انا غادي نوض الكره الكره جاتك على مستعجله. شكرا مراد في اخراج حلقه اليوم، بقاو دائما مستمعي الكرام وفياء لبرامج شاد اف ام. الى اللقاء.